السلام عليكم. اليوم الأربعاء 10 جويلية 2024، aujourd'hui mercredi 10 جويلية 2024، الحلقة 357، إبيزود 357، la permanence spéciale du département de la contre-subversion. هذه الحلقة خاصة لا بيرمانونس سبيسيال ديال لا كونتر سوبفيرسيون. هنا هي لعبت واحد الدور كبير ولكن ما تعرفوهاش الناس مزيان، قليل اللي عارفها مزيان. لا بيرمانونس مهمة بزاف، لو كان ما كانش ديك لا بيرمانونس ميمكنش هاد لافير تنجح نهائيا. في ديبارتمون ديال لا كونتر سوبفيرسيون كان فيه لو باترون ديال ديبارتمون، وهو لو كوميسير ديفيزيونير محمد العشعشي، وكان دائما في الجنب ديالو سون كونسيي تكنيك لو كورونيل الامريكان مارتان. وفي نفس لو ديبارتمون في الرباط كانوا معاه سي بروش كولابوراتور. هاد لي بروش كولابوراتور اللي كانوا هما عدد منهم، اختار منهم محمد العشعشي 10 مخيرين. العشرة اللي اختار هم اللي غادي يتكلفوا بالمهمة ديال لي زاجون اللي مكلفين بلافير بلوبيراسيون بويا بشير. لوبيراسيون بويا بشير فيها 10 ديال لي زاجون سكري من ديبارتمون ديال لا كونتر سوبفيرسيون، وفيها 40 من ديبارتمون دي زوبيراسيون تكنيك. واحد الحلقة أخرى غادي نفسر مزيان الدور ديال لو ديبارتمون ديال لي زوبيراسيون تكنيك في هاد العملية ديال بويا بشير، باش كل شي يفهم هاد العملية كيفاش دارت، ويفهم هاد الشي اللي كاين في الراس ديالي انا، هاد الشي اللي في راسي، هاد الشي اللي عارف انا من سنة 1965. خاص الناس كاع يعرفوه باش يفهمو مزيان هاد لافير بن بركة كيفاش دازت في الحقيقة.
إنه هو طفير بن بركة، عطيت أنا درت في هذا الكتاب الثاني ديالي اللي خرج في 2005 وعنده لو تيتر ديال ريزون ديتا، ريزون او بلوريال، ديتا او بلوريال، لي ديتا او بلوريال. إنه هو كاين ليتا ماروكان كونسيرني، وكاين ليتا فرونسي كونسيرني، وكاين لا سيا كونسيرني، وكاين لو موساد كونسيرني. وخا ما دار في هاد العملية حتى شي دور، هاد لا بيرمانونس سبيسيال لا علاقة لها مع لا بيرمانونس ديال الكاب ان. هادي لا بيرمانونس سبيسيال ديال لا كونتر سوبفيرسيون، لا علاقة لها مع لا بيرمانونس نورمال ديال الكاب ان، اللي كانت دائما تتكون موجودة قبل لافير بن بركة ما بين 1960 و 1965، ومن بعد لافير بن بركة ابتداء من 1900 وابتداء من 29 أكتوبر 1965، وبقات مستمرة لعدة سنوات. هذه لا بيرمانونس نورمال ديال لو كاب ان. راني غادي نفسر في واحد الحلقة أخرى اشناهي هاد لا بيرمانونس، واش كدير المهمات اللي عندها، وشكون هما اللي كيقوموا بها. دابا انا في لا بيرمانونس سبيسيال ديال لا كونتر سوبفيرسيون، شكون اللي كيقوم بها؟ كيقوموا بها العشرة ديال لي زاجون سكري اللي اختارهم محمد الحشاشي باش يكونوا مكلفين مع 40 اجون ديال لي زوبيراسيون تكنيك، يكونوا جميعهم يعني 50 اجون في كل شيء مكلفة بلوبيراسيون بويا بشير. وغندير واحد الحلقة اخرى تا هي خاصة العملية بويا بشير، لأنه تا هي خصنا نعرفوها مزيان اشنا هي هاد العملية بويا بشير، ومنين جا هاد الاسم. إن هاد الاسم ديال بويا بشير راه اسم ديال واحد الكوميسير، واحد الكوميسير ديفيزيونير كبير، كان هو المدير الكبير ديال لا بوليس جوديسيير داخل إدارة الأمن الوطني. لي بوليس جوديسيير اللي كانوا في المغرب كامل كانوا متبعين السيرفيس سنترال ديال لا بوليس جوديسيير اللي كاين في الرباط، واللي كان على الرأس ديالو لو كوميسير ديفيزيونير بويا بشير.
هادشي قبل السنة ديال 65. هاد لابيرمانونس فيها أولا ان روجيستر بيرمانونسي، هاد روجيستر بيرمانونسي هو واحد الكناس من دوك الغلاظ، داك النوع اللي فيه العدد كتير ديال الصفحات، ومن داك النوع اللي الصفحات ديالهم كبار شوية ماشي نورمال، واللي لي باج ديالو كاملين كانوا بارافي سيني بار محمد عشاشي، هو اللي كان كيدير النوامر في كل صفحة. المهمة ديال هاد لابيرونس اشناهي؟ كنا عارفين على انه خارج المغرب كاينين 30، كاين 20 اجون سكري اللي مكلفة بلا لا فيلاتور اي لا سيرفيونس ديال المهدي بن بركة، واللي كان على الرأس ديالهم لوفيسي دو بوليس ادجوان ميلود تونزي الملقب بالشتوكي، وكانوا 10 تاهما خارج المغرب، 10 ديال لي جون سكري على الرأس ديالهم لوفيسي لو كوميسير برانسيبال دو بوليس محمد علاوي مدغري. هاد الجوج ديال المسؤولين على هاد لي جروب، الجروب ديال 20 بوليسي والجروب ديال 10 ديال البوليسي، تنزيدو عليهم واحد الجروب اخر ديال 10 لي بوليسي ديال لي زوبيراسيون تكنيك اللي كان على الرأس ديالهم لو كوميسير برانسيبال بالمنصور، لو كوميسير برانسيبال بالمنصور هذا كان كيقوم بنفس المهمة ديال لي طابل دو كو تيليفونيك وديالت لانترسبسيون دو كوري داخل المغرب. المجموع ديال لي زاجون سكري ديال لي زوبيراسيون تكنيك كانوا 40 واحد. هاد لي دو شيف دو جروب اللي كاين على برا كانوا كيديروا يوميا دي كونت روندو تليفونيك لو كاب ان ابتداء من 8 ديال الليل ديال العشية، 8 9 10 تيجونا مكالمات من على برا تيديرولنا دي كونت روندو كونسيرنون لا جورني ديال المهدي بن بركة، وكانوا في الخطرة في الأسبوع تيصيفطو لينا بارافيون ان كولي اللي كانوا فيه لي رابور كودي كونسيرنون
المهدي بن بركة. هاد لي كولي كانوا كيصيفطوهم بالاسم ديال مون كوليك ايامي حميدة اجدين، اللي كان تيدير ان ديبلاسمون المطار ديال رباط صالي، اولا ان ديبلاسمون المطار ديال كازابلانكا، باش يجيب هادوك لي زونفلوب اللي مصيفطين بالاسم ديالو، وملي كيجيبهم للرباط تيحطهم ديريكتومون عند لوفيسي ريسبونسابل دو لا بيرمانونس سبيسيال. هاد لي كوري تيكونو دائما كودي. لوفيسي دو لا بيرمانونس تيسجل هذاك العدد ديال لي بلي لي جو من برا، كيجو من برا جوج ديال لي كولي دو كروند زونفلوب، وحده كتجي من عند ميلو التونسي، وحده كتجي من عند العلوي محمد المدغري. لوفيسي دو بيرمانونس كانت عندو دائما لاكلي باش يحل هادوك لي رابور كودي، ملي كيحلهم إلا كمل هاد الخدمة نهار السبت مزيان، أولا كيكملها نهار الحد مزيان، او لما كملهاش نهار السبت ونهار الحد تيكملها في الليله ديال الحد الاثنين، باش يخص من يجي محمد العشاشي المكتب ديالو نهار الاثنين مع 9:30 ديال الصباح يلقى في المكتب ديالو هادوك التقارير محطوطين، دوك لي رابور كودي كيلقاهم هو ديكودي، باش يمكن ليهم يقراهم ويدير لي رابور دو سانتيز لي كيصيفط لو شيف ديتا لو روا حسن الثاني اللي كان كيدي هاد لي زونفلوب من لا كونتر سوبيرسيون حتى الديوان الملكي، وهو مون كوليك يامي حميدة أجدين، واللي كان تيشد منو هاد لو كوري في الديوان الملكي كان هو أحمد عثمان اللي كان مدير ديال الديوان ديال الحسن الثاني الديوان الملكي، وغادي يرجع من بعد وزير أول، وغادي يترأس من بعد مجموعة ديال الأحزاب مجموعة ديال الأحزاب اللي ما عندهمش الحزب. هذا سي أحمد عثمان ان هوم بوليتيك تري امبورطون، انه الأصل ديالو من وجدة، وكانت عنده علاقة طيبة مع محمد العشعاشي لمدينة وجدة ايكالمون.
لي زوفيسي دو بيرونونس كانت كدير لهم واحد لا ليست ديال ليتا دو لا بيرمانونس، كل اسبوع كتخرج اون نوفيل ليست فيها لي سات جور دو لا سومان، فيها لو نو ديال لي زاجون، لو نو ديال دوك العشرة ديال لي زاجون سكري لي مكلفين بلا بيرمانونس. لي دائما كيديرو لا بيرمانونس ديالهم، ولا كان فيهم شي واحد ما حضرش كان مسموح لواحد اخر من هذوك العشرة باش ينوب عليه. هادشي كان جاري به العمل. هاد لوفيسي دو لا بيرمانونس كان ملي كيتوصل بالتليفونات تيسجلهم كاملين في لو روجيستر بيرمانونسي، وكان كذلك كيسجل ملي تيكون ان ابيل تليفونيك ديستيني محمد العشاشي، اللي كانوا كعيطوا محمد العشاشي في هذيك الوقت كان اما لو كوموندون احمد ليمي اما لو جينيرال اوفخير اما لو شيف ديتا لو روا حسن دو. وهاد المسؤولين بثلاثه ملي كيعيطوا لا بيرمانونس سبيسيال كيقولوا علاش بغاو محمد العشاشي، باش هو كان اتصلوا به تيكون غالبا في قنيطره دون زين بوا دو نوي، كان اتصلوا به باش تنقولوا ليه تنكلموا على داك الميساج اللي توصلنا به. هو تيشوف باش غادي من يرجع للرباط خصو يجاوب على هذاك لو ميساج. دائما كيجاوب على هذوك لي ميساج من بعد الرجوع ديالو من قنيطرة، كان كيرجع مع الجوج ولا مع التلاتة ديال الصباح ولا مع الربعة ولا مع الخمسة ديال الصباح. حميدة أجدين وأنا شخصيا كنا لي كارد دو كور ديال محمد العشاشي، وكنا كنكونو معاه دائما في قنيطرة يوميا، عمر شي نهار ما نكون على قنيطرة. قنيطرة كانت تكون فيها كذلك يوميا لو جينيرال أوفقير، وقنيطرة كانت يكون فيها ايغالمون حاضرين كاع لي جينيرو ديال لارمي رويال اللي موجودين في الرباط، وكاع لي كورونيل ديال لارمي رويال اللي موجودين في الرباط. هادو كلهم كانوا دي كليون ابيتويل ديال لو كاباري لو ماماتس ديال مدام داهون. محمد العشاشي كان تيمشي لدوطر كاباري، المهمات اللي كانوا عند
الضباط ديال لا كونتر سيفيرسيون في هذه العملية ديال بوي بشير، وهي دو فوا بار موا واحد فيهم كيدير ان ديبلاسمون حنا برا لواحد وحده من العاصمات اللي في العالم اللي كيمشي ليها مهدي بن بركة. تمشي قبل الريفي ديال لافيون ديال مهدي بن بركة، تمشي تقريبا ساعتين قبل وتيشوف المطار وتيشوف ساعات الوصول ديال لي بوليسيي ديال لي زوبيراسيون تكنيك، وتيشوف مهدي بن بركة ملي كيجي المطار، وملي كيمشي من المطار وتيشوف لي بوليسي ديال الكاب ان ديال لي زوبيراسيون تكنيك اللي تبعو المهدي بن بركة في هذاك في هذيك العاصمة في الخارج. هاد المهمة كتسمى لا سوبرفيزيون، لي بوليسي ديال لي زوبيراسيون تكنيك كانوا كيديروا لا فيلاتور اي لا سيرفيونس ديال مهدي بن بركة، ولي بوليسي ديال لا كونتر سيرفيسيون كانوا كيديروا ليهم هاد العمليات ديال الكونترول بلا ما يسيقوا الخبار. عمرهم ما عرفوا بانهم راه كانوا مراقبين. هادي كتسمى هاد العمليه لا سوبرفيزيون. في لا بيرمانونس كلنا كل واحد بالنوبه ديالو تيعمر إزابيل ديال لا سواري و إزابيل ديال لا نوي لي كيكونو قلال بزاف، و من بعد تيضربها بنعسة. عندو حدا التيليفون كاين أن ليد كون كيضربها بنعسة فيه تا الصباح حتى يفيق. اللي فيه النوبة الغد الآخر ديال لا بيرمانونس ديال التيليفون ملي كيجي يخدم تيشوف في البيرمانونسي جميع الأحداث اللي وقعت في هاد الأيام الفايتة باش يكون على علم بجميع داكشي اللي طرا كونسيرنون مهدي بن بركة، داكشي اللي طرا في الخارج. اوترومون دي هادشي اللي كان في العلم ديال محمد الشاشي كان ايغالمون في العلم ديال العشرة ديال لي كولابوراتور اللي مكلفين بلا بيرمانونس سبيسيال. هاد العشرة ديال لي كولابوراتور هما اللي مكلفين بلوبيراسيون بويا بشير مع 40 أجون سكري ديال لي ديبارتمون دي زوبيراسيون تكنيك. بهاد الحلقة ديال اليوم كنظن الجميع غادي يعرف الأهمية ديال لا بيرمانونس سبيسيال
والدور اللي كنقام به كل واحد من هذوك العشرة ديال لي بروس كولابوراتور ديال محمد عشعاشي. هنا غنوقف الحلقة ديال اليوم، إلى الغد إن شاء الله.